بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. نرحب بإخواننا السادة رؤساء العشائر والأساتذة الكرام، ونفتخر حقيقة بهذه الوجوه الطيبة الرفيعة اللي لهم والآباء هم تاريخ طويل في بناء هذه الدولة وفي الدفاع عن هذا الشعب وفي الوقوف دائما مع مرجعيتنا الرشيدة الحامية لنا، واللي هي محجتنا واللي هي منارنا واللي هي مرشدتنا واللي هي حصننا وملجأنا اللي دائما نلجأ له. دائما كان يشار أن العشائر هي جيش المرجعية، وهي مقولة صحيحة، بل العشائر هي جيش الشعب أيضا. لاحظنا في فترات كثيرة، ما نتكلم هسه قبل مرحلة تأسيس الدولة العراقية، لكن منذ معارك الفاو والشعيبة وكل المعارك اللي لحقت ذلك، كوت، النجف، بغداد، في وسط العراق، في غربه، في شماله، حقيقة العشائر كانت في الصف الأول ونتقدم ونمشي، وكانت هي دائما ملجأ الأحرار. يعني عندما كان هناك آراء تختلف عن آراء السلطة، دائما كانت الناس تلجأ إلى العشائر تحميها، تنخبيها. وتاريخ طويل من الأحداث، ويحتاج لمجلدات ومجلدات حتى تكتب مآثر العشائر. لذلك كان هناك حرص من قبل فئة واعية في كتابة الدستور لإدراج موضوع العشائر وإعطائها موقع خاص اجتماعي وسياسي وأمني. ودائما كنا نحاول أن نفعل هذه المواد الدستورية بقوانين وبإجراءات تجعل من العشيرة قاعدة أمنية، قاعدة اقتصادية، قاعدة مجتمعية. وللأسف الشديد أضعفت القاعدة أو أمثال هذه القواعد من حالة العشائر، بينما العكس كان يجب أن يحصل. اليوم إذا جينا إلى آخر حدث مهم شهدناه، وهو في محاربة داعش، عندما أصدرت المرجعية فتواها الشهيرة في الجهاد الكفائي، شهدنا شلون انتفضت العشائر ووقفت وقفة مشتركة، مدت ساحات القتال، ساحات الوغى برجالها، وقدمت تضحيات كبيرة من أبنائها. لذلك عندما نقول أن العشائر هي جيش المرجعية، وعندما نقول أن العشائر هي جيش الشعب، ما نحاول أن نبالغ أو لأن شيوخ عشائر قاعدين قدامنا ونحاول فقط أن نطري ونضع صورة غير واقعية. هذه هي الصورة الواقعية. بالعكس، أحيانا ينتقدون العراق أنه هو بلد به طبيعة عشائرية أكثر من غيره. فالعشائر بها إيجابيات كثيرة، بها بعض السلبيات، وأول من يصلح هذه السلبيات هم شيوخ العشائر، هم زعماء العشائر، هم الحقيقة اللي دائما عندهم القيم العالية، دواوينهم، مضايفهم، كلها مشهور عنها الآداب الرفيعة والسلوكيات السليمة وطريقة معالجة القضايا دائما بروح إسلامية سليمة، وكذلك بنظرة اجتماعية عاقلة. أحيانا حتى المحاكم ما تحققها نوع من العدالة، نوع من الحرص على الدم. يمر العراق كما مر سابقا في فترة هجوم داعش ووصوله إلى بوابات بغداد وتهديده للأمن، ووقفة المرجعية، وقفة العشائر، وقفة قواتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، يد واحدة لرد هذا العدوان. كانت أيام أيضا صعبة، وبدأ في وقت من الأوقات أن بغداد سيتم اجتياحها وأن هذه ستكر على بقية المحافظات، لكن كان هذا الحدث بقدر ما كان صدمة كبيرة، كان هو مفتاح النصر. ولذلك استطعنا بعد سنوات قليلة
أن ندحر داعش في الموصل وندحرها في كل مكان، والآن تراجع دور داعش كثيرا، رغم أن لا يزال هو يتحين الفرص ويحاول أن يستغل كل الثغرات حتى يعاود نشاطه. وفعلا بالآونة الأخيرة بسبب الأحداث وانشغال القوات الأمنية نلاحظ تزايد نشاطات داعش وتزايد مجاميعه في أماكن معينة، بعد ما كان مثلا يتجول بفرق تعدادها 3 إلى 5 عناصر، الآن ازدادت التواجدات إلى عشرات، بل أحيانا إلى مئات في بعض المناطق، إلى حشود أكبر مما كان سابقا. يستغل انشغال القوات أيضا بالأحداث الجارية. الأحداث الجارية أحداث شخصتها المرجعية التظاهرات بأنها تظاهرات مشروعة. الدستور العراقي يدافع عن حق التعبير ويدافع عن حق التظاهر ويدافع عن الاحتجاجات، ويراها أصوات حرة تكشف عوامل الخلل اللي موجودة في النظام السياسي أو اللي موجودة في تطبيقات النظام السياسي. وهناك عوامل خلل كثيرة أشير إليها في مرات عديدة لم تعالج، عندما لا يعالج الخلل في النظام كما لا يعالج مرض في إنسان، إذا مرض وهو صغير ما عودج في بداياته يكبر ويصير مرض عضال ممكن أن فعلا يهدد الحياة. نفس الشيء في الحياة السياسية والاجتماعية، عندما لا تعالج قضايا أساسية سواء تتعلق بالخدمات، تتعلق بالعمل، تتعلق بالمشاريع، تتعلق بالتوظف أو تتعلق بالحقوق، بالملكيات، تتعلق بالخدمات، بالكهرباء، بالمياه، بالمجاري، بالأراضي، بكل هذه الأمور، عندما لا تتحقق فهذه تكبر بمرور الوقت وتتفجر في لحظة معينة. المظاهرات الأخيرة لاحظنا أنها انتشرت وتم وضع كثير من القضايا المتضادة والمتنوعة فيها، بدءا من موضوعة النظام والدستور والانتخابات وصولا إلى قضايا التعيينات، إلى توزيع الأراضي، إلى كثير كثير من الشؤون التفصيلية. كل من عنده مشكلة، كل من عنده قضية مثلا أصبح يتظاهر، وهذا حقه، لكن أيضا هذا الحجم الكبير من التظاهرات يشير إلى فرض ظاهرة علينا أن نعرف كيف نعالجها حتى نصل إلى الحال، يعني ومو العبرة أن هناك مظاهرات، ولا العبرة أن الإنسان يتكلم، الإنسان يتكلم يعبر عما في داخله، العبرة إذا كان كلامه منطقي كيف ننفذه، كيف نصل إلى تنفيذه. وإذا وما هي الأدوات أيضا للتنفيذ، كيف نستطيع أن ننفذ مثل هذه الأمور، ومن معرفين، من مشخصين أيضا الأدوات المطلوبة للتنفيذ. مثلا عندما تكون هناك مطالبات مالية واسعة يجب أن يقال من أين نأتي بالأموال. نعم، قسم من الأموال قد نأتي بها من ترشيد النفقات، قسم آخر من ضرب الفساد وتوفير هذه الأموال للغير، لكن حتى هذه ستبقى محدودة. يعني حتى لو جعلنا مواردنا مثالية تماما لكن نفقاتنا غير مسيطر عليها، هم يعني غير قادرين، يعني بالأخير موارد البلد، يقال العراق بلد غني وهو بلد غني، لكن هل هو مستثمر إمكانياته بشكل كافي؟ الآن احنا نعتمد تقريبا كليا على موارد النفط، الآن البلد أصبح يعيش على الاستيرادات، والاستيرادات كلها تمول من النفط، والنفط محدود، لا كمياته غير يعني متناهية ممكن أن احنا ننتج ونصدر ما نشاء من النفط، ولا أسعار مسيطر عليها. وكل من يقوم، يعني كل عدد من يقوم بعملية الإنتاج النفطي لا يتعدى 20-30 ألف إنسان. حتى لو كان ملاك وزارة النفط 130 أو 150 ألف موظف، لكن من يقوم فعلا بالإنتاج هو عدد جدا قليل. إما بقية الناس فهي تعيش على موارد النفط، تعيش على هاي الموارد اللي تنتج واللي تصدر في أنابيب تحت الأرض وترسل إلى أسواق وتباع، والأسعار تصعد وتنزل، ما لنا علاقة بها. احنا ما نقدر نقول نبيع برميل النفط $100، السوق هو الذي يحدد $50 أو $60 للبرميل. فبالتالي قصد الكلام أن أموالنا النفطية محدودة، يعني ما تزايد، يجوز هالسنة أقل من السنة الماضية إذا نزلت أسعار النفط، بينما الصادرات محدودة، احنا ما نستطيع الآن زيادة صادراتنا لأن مقيدين أيضا بكوتا من أوبك، والكوتا من أوبك تحاول أن تحافظ على معدلات إنتاج محدودة،
حتى لا ترتفع الأسعار أكثر من اللازم. وحتى لو خرجنا من أوبك وهناك دول كثيرة خارج أوبك، لكن تبقى الأسعار في السوق، أسعار يحددها السوق ما يحددها المنتج. فكما يقال هذه أسواق مشترين وليس أسواق بائعين. فبالتالي مواردنا محدودة، احنا سنويا نتكاثر 1,000,000 إنسان في السنة وأكثر، مطالبنا تزداد. يعني الإنسان ما يلبس مثل قبل، ولا يأكل مثل قبل، ولا يعيش مثل قبل، بيته يختلف، سفرته تختلف، كل هذا. وفي كل دول العالم هاي سنة الحياة. فأموالنا النفطية محدودة ومطالبنا قاعد تزداد سنة ورا سنة. فكيف إذا تزداد المطالب سنة ورا سنة ومواردنا محدودة وما عندنا رشد في إدارة اقتصادنا وما عندنا رشد في القيام بأعمال معينة؟ فالمسألة معقدة، لا تتعلق بهذه الحكومة فقط، تتعلق بكامل سلوكنا. يعني اليوم إذا ما نوفر بيئة استثمارية، مثلا إذا ما نوفر بيئة استثمارية مين تجينا الأموال؟ ما حد يجي يستثمر عندنا. وإذا ما حد يستثمر عندنا كيف نولد فرص عمل؟ الآن إحنا عندنا بالدولة بين متقاعد وبين موظف حوالي 8,000,000 إنسان. 8,000,000 إنسان يدفع له راتب، يدفع له تقاعد، هاي بدون حساب، حتى مثلا الشركات الممولة ذاتيا، وبدون حساب كثير من النشاطات اللي تعتمد على النفط ومصاريف الدولة. طيب أنا إذا عندي 8,000,000 يوم دا أدفع ومصاريف النفط أو موارد النفط محدودة، أنا ما عندي خيار غير أن أذهب للزراعة وللصناعة وللخدمات، وأحاول أن أجد فرص وأجد موارد مالية تختلف عن الموارد النفطية، لأن أصبحت الموارد النفطية محدودة. طيب هاي هاليوم إذا ذهبت إلى الزراعة أو إلى الصناعة، هذا قرار يعني يصير خلال يوم، أسبوع، شهر، سنين، كيف أقدر أن أتجه هذه الاتجاهات؟ لذلك من أخذنا مسؤولية هذه الحكومة حاولنا أن نجد حلول تعتمد على الناس، تعتمد على الشعب، تعتمد على العشائر يعني، وليس ولا تعتمد على الدولة، لأن حركة الدولة ومبادرة الدولة مهما تكون مبادرة محدودة. فرحنا ايش قلنا مثلا؟ قلنا صحيح جت سنة أمطار، هذا صحيح، هذا عامل مهم، وهي ما أول سنة تجي أمطار، سبق أن جت أمطار، لكن ما استثمروها، ما استثمرت. تجي أمطار وتروح، كل اللي تولد لنا إياه هي شوارع غرقانة، زين، لو فيضانات، هذا كان اللي يصير. جينا هالسنة جت أمطار، قلنا أي إنسان، أي فلاح، أي مزارع، أي مالك يقدم محصوله إحنا ندفع له السعر المدعوم من قبل الدولة، ندفع له سعر مجزي أعلى من سعر الاستيراد، ندفعه خلال فترة قصيرة مجرد أن نستلم المحصول وندققه. قالوا قسم كبير منهم خارج الخطة الزراعية. قلنا المزارع الفلاح على حق والخطة الزراعية على خطأ، يعني ما قدرت التقديرات الصحيحة، فالكل مشمول. نريد ناس تجي تضطر، يجوها السماسرة، يجوها التجار، يأخذون منها القمح ب300 والدولة قاعدة تشتري ب575. لا، احنا نأخذ من الكل ب575 ما دام هو من الصنف المعروف ومدقق فيه، وندفع فورا. مع ذلك غرضنا هو أن ندفع حتى سواء أكو أمطار أو ماكو أمطار، الفلاح، المزارع، المالك يروح ينتج بعد، يعرف أن الدولة تفي بوعدها. وفعلا هالسنة حصلنا على حوالي 5,000,000 طن من الحنطة، ودفعناها كلها تقريبا، كلها دفعناها، في حين مثلا أكو مستحقات في 2014 15 16 17 لم تدفع. احنا رغم أزمتنا المالية رحنا دفعنا كل المستحقات، وقالوا ماكو فلوس. قلنا نتداين، وفعلا رحنا تداينا. ليش نسوي هذا الشيء؟ نسوي هذا الشيء لأن راح تجي السنة القادمة، سنة 2020 مثلا، قد ما تجي أمطار. إذا المزارع الفلاح يعرف أن الدولة تشتري منه المحصول بسعر مجزي، يعني حتى لو الدولة قصرت في توفير مستلزمات، يعني ما يسمى بالمدخلات، يعني سماد أو بذور أو أشياء، حتى لو قصرت وقود، السعر المجزي يشجع، سيبقى يشجع المزارع حتى يقوم بزراعة أرضه وبسعر مجزي. لذلك إيجاد الدافع، إيجاد
هدف معين عند المزارع عند الفلاح أهم من أن الدولة تشرف أو تنظم هي العملية الزراعية. هذاك لما يكون عند الإنسان يكون عند دافع الربح أو عند دافع الريع أو عند دافع الحصول على مورد جيد، هو يحرك الدولة وليس الدولة تحرك الناس، وهذا هو الطبيعي أن الشعب واقتصاده هو الذي يحرك الدولة وليس العكس. فبالتالي شفنا أيضا بالشعير تقدمت معدلات إنتاجنا، أنتجنا حوالي 1,000,000، يعني كنا بالقمح حوالي 1,300,000 بالسنة الماضية، السنة أنتجنا 5,000,000. شفنا بالشعير أيضا أنتجنا حوالي 1,000,000 طن، وهذا جدا مفيد لنا للثروة الحيوانية أيضا. وشفنا بالذرة والإذر زرعت عندنا مساحات أضعاف من زرعت سابقا، ورحنا للشلب أيضا وتوسعت المساحات، والآن إحنا قاعد نحصد بالشلب وقاعد نستلم أيضا بنفس القاعدة، ونحاول أن نسويها سنة أساسية حتى دائما المزارع من يروح يتعب ويصرف على أرضه يعرف أن أرضه مجزية، وهي مجزية إذا زرعت. يعني اليوم الدونم إذا فعلا نقدر نوصل إنتاجيته إلى 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 طن، اليوم هو أقل من هذا بكثير، وإذا قدر يوصل إنتاجيته إلى طن يصبح عملية مجزية، عملية أهم من الرواتب وأهم من التعيينات وأهم من كل هذه الأمور. ونعيد الأمور إلى سياقاتها الطبيعية اللي تكلمنا عنها، كان العراق يصدر في السابق، فالعراق ممكن أن يرجع يصدر وهناك منافذ كثيرة. هذا الخليج كله ما عنده الزراعة لكن أصبح يزرع صحراء وهو يصدر لنا، في حين إحنا مهما تكون مثلا أوضاعنا المائية هي أفضل بكثير، أراضينا أيضا ممكن إعادة الخصوبة لها وقسم كثير منها لا يزال خصب. إذا طورت الزراعة يتطور كل الاقتصاد، لأن مع الزراعة هناك الثروة الحيوانية، مع الثروة الحيوانية والزراعة هناك الصناعات الخفيفة والمتوسطة، هذا كل آلة ترتبط. للأسف الشديد بسبب الاقتصاد الاشتراكي اللي كان موجود عندنا سابقا أصبح الكل ينظر إلى الدولة أن الدولة هي رجل الأعمال. من الخطر جدا أن تكون الدولة رجل أعمال، رجل الأعمال أو المزارع أو الصناعي يجب أن يكون الناس وليس الدولة. الدولة إذا صارت رجل أعمال يشيع الفساد ويشيع الاحتكار، هي تحتكر بالضد من مصالح الناس. لذلك نحاول أن نغير كل السياقات، وهنا نحتاج إلى دعمكم. وهنا ما قلت أنا بالمواد الدستورية دور العشائر تستطيع فعلا أن تكون عامل مهم من عوامل التنمية الاقتصادية في البلد، وهذا لمصلحة العشيرة، لمصلحة أبنائها، لمصلحة القرى والأرياف، لمصلحة العراق ككل. اليوم جزء كبير من مشاكلنا في المدن هي الهجرة، جزء كبير. ليش؟ لأن ما عاد أكو فرد مصادر رزق في الريف، بينما الريف كان مصدر ولا يزال ممكن أن يكون مصدر مهم للثروة الوطنية. عندما نجفف الريف زين كل التوجهات تصير نحو المدينة. طيب المدينة إذا مجاريها حصير فيه صعوبة، كهرباءها يصير فيه صعوبة، أمنها يصير فيه صعوبة، طرقها يصير فيه صعوبة، بينما خدمة الريف أسهل بكثير من خدمة المدن وبناها التحتية. فإخواني هناك رؤية بدينا بها في هاي الحكومة وحاولنا أن ننطلق بها، لكن هاي المظاهرات جت فاجأتنا ووقفت وبرهننا أن ما ماشيين إحنا في هذا الطريق لخدمة يعني الاتجاهات الصحيحة في بلادنا. لما رحنا مثلا إلى ألمانيا ووقعنا عقود كبيرة مع سيمنز حوالي 14 مليار دولار، هذا يغير تماما من الأزمة الكهرباء. فعلا تحسنت الكهرباء في صيف الماضي رغم أنه ما انحلت، لكن تحسنت مقارنة بالعام الماضي. احنا لما رحنا إلى الصين أيضا ووقعنا عقود بضمانة النفط، يعني النفط ما نستخدمه فقط كمال، ده نستخدمه كسبيكة. شلون سبيكة الذهب كانت تروح إلى المصرف وعلى أساس تصدر الأموال، فحاولنا أن نستخدم النفط مقابل الإعمار، وفعلا اتفقنا مع الصينيين، والصينيين يعني بلد مقتدر في الإمكانيات المادية وفي الإمكانيات الفنية. فالمسألة كيف نصلح البلد، نصلحها فقط بتلبية فقط مطالب، المطالب مهمة، مطالب يجب تسويتها، يجب إعطاء بعض الأشياء السريعة حتى نعالج الحالات الطارئة. لكن إذا أريد نصلح البلد إحنا بحاجة
إلى أن نلبي متطلبات التنمية المستدامة الحقيقية، متطلبات التنمية في الزراعة في الصناعة، هنا تتوسع عندنا الآفاق وتصير عندنا فرص عمل أكثر وتصير عندنا أموال أكثر، نستطيع أن نلبي مطالب شعبنا. فهنا دور العشائر وتنظيماتها وقوتها حتى توفر لنا مثل هذه البيئة اللي ممكن المستثمر يجي يشتغل باطمئنان، اللي ممكن مشاريع الدولة تشتغل باطمئنان، رأس المال الوطني، رأس المال الأجنبي، هذا هو الطريق الأساس حقيقة للدخول في حالة إصلاحات. فخلي نخلي كل شيء في مكانه ونشتغل، أن تأتي لجان مشتركة وأن تتعاون، نعم يحصل وحصل ويحصل. لا تتوقعون أن الأمر أنا أقدر أكذب على واحد وأرقع له ترقيع وأقول له هاي المطالب بسيطة، هاي مسائل مو صعبة، هاي كلها مسائل قابلة للتنفيذ، زين. لكن الحلول الأساسية اللي تخلينا نخرج من هذا الوضع الترقيعي إلى وضع نقدر أن فعلا نبني البلد ونعمره ونسويه بالإمكان. العراق بلد ثري ومتمكن وعنده قدرات لكن معطلة. ما أطيل عليكم بقدر ما اللقاء بهذه الوجوه الكريمة والاستماع إلها، لأن أكيد نطلع من الاجتماع إحنا سامعين وجهات نظر نستفاد منها فائدة كبيرة. فأنا أترك الكلام لإخواني آخر دعوان. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.